6000 مريض تم التكفل بهم بالمستشفيات خلال الموجة الرابعة، ومعظم الحالات التي استلزمت الإنعاش أصيبت بالمتحور دلتا. وفي ظل انخفاض عدد الاستشفاءات لمرضى كوفيد-19، أعطى الوزير تعليمات لاستئناف عمل المصالح للتكفل بالمرضى بمختلف التخصصات. أكثر من 6000 مريض في المستشفيات، أكثر من 6000، وبالنسبة للجزائر اللي عندها أكثر عدد إصابات وأكثر عدد مستشفيات وأكثر عدد السكان، أصبحنا بأكثر، وصلنا فتنا 1000 وشوية، وفتنا 6000 بالنسبة لكل مستشفيات الجزائر. درنا إحصائيات في بعض المستشفيات، بالخصوص في مستشفى بني مسوس درنا السيكونساج كل المرضى اللي تحت العناية المركزة في بني مسوس، كلهم دلتا. إذن نظنوا باللي إصابات الأخيرة والوفيات الأخيرة ناتجة عن هذا السلالة هذه الخطيرة والدلتا. الاستقرار في الوضعية الوبائية التي نعيشها لم يرفع من وتيرة التلقيح التي بلغت قرابة 40,000 ملقح يومياً. Tous les malades qui étaient intubés n'étaient pas vaccinés. Donc il y a également un effort qui a été fait en matière de vaccination puisque nous avons prolongé la campagne de vaccination. C'est vrai qu'actuellement nous sommes entre, bien que les résultats sont, il y a une réticence importante, néanmoins nous sommes entre 30 000 et 40 000 vaccinations par jour à peu près. الاستقرار الوبائي الحالي يشير إلى نهاية الموجة الرابعة بعد تسجيل أكثر من 2500 حالة في 25 من جانفي كأعلى حصيلة سجلت خلال الموجة الرابعة، في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون على ضرورة توخي الحيطة والحذر.